هذه أخلاقية وسياسية. في آخر الكلمة اللي كنا نتابع فيها قال أو تحدث عن جامعة صيفيا وعم أسماه أن الأمر جاري لبلورة مقاربة مشتركة للدفاع والمقاومة. هذه كلمة سي عبد الرحمن. ده على شنو مش يدافعوا؟ يعني استعمال كلمة المقاومة. يعني هل نفض؟ هي مثال. حتى نوصلك للمقاومة. مش يدافعوا على الدستور الذي تم غدره اللي كان بإجماع كل الطيف السياسي والمدني في 2014، باش يدافعوا على الديمقراطية التي تم هدرها، باش يدافعوا على مؤسسة البرابان التي تم إغلاقها، ثم المقاومة، مقاومة ماذا؟ ريزيستانس بالمفهوم الروسوي للكلمة هي الدفاع عن العقد الاجتماعي. يعني المقاومة احنا كي استعملناها راهو رد بالك بالله حسين هنا، لأنه يساء استعمالها حتى من بعض أصدقاء مواطنون ضد الانقلاب. مقولة المقاومة رأي مقولة مدنية موجودة في كتاب العقد الاجتماعي بتاع جان جاك روسو. حق القوة الديمقراطية في الصمود عندما يتم استهداف العقد الاجتماعي يعني لما يتم خرق قواعد العقد الاجتماعي، من حق المواطنين لسيتويان بالمفهوم الحقوقي للكلمة، يعني غير الضحايا، من حق المواطنين المقاومة. المقاومة بمعنى الصمود أمام كل محاولة هتك للعقد الاجتماعي أو خرق له. هؤلاء هل سيقاومون يعني ضرب العقد الاجتماعي الأكبر، القانون الأساسي الأكبر الذي حقق إجماع على امتداد 10 سنوات من 2014، وإلا لا؟ قالوا لا، قالوا لا بوضوح. هم يعتبرون ما قبل 24 جويلية ما هوش ديمقراطية، ما قبل 24 جويلية ما يعتبروهاش عشرية انتقال ديمقراطي. هم يعتبرون 25 جويلية تصحيح مسار. هم يعتبرون الدستور انتهى، دستور 2014 كابوك بالنسبة لهم. هم يعتبرون أن 10 سنوات ثم أطراف أخرى تحكم مش هما. إذن دعنا من الضحك على الذقون، ودعنا من المغالطات، ودعنا من هذه الشعارات الخاوية، ولنقل أن 25 جويلية 2021 قد كشف كل الأقنعة وبين بوضوح أن مقولة الديمقراطية أو وصف الديمقراطية الذي احتكره في وقت من الأوقات طيف سياسي معين ونفاه عن آخرين تبين زيفه. من يريد أن يتحدث اليوم عن الحركة الديمقراطية الحقيقية والفعلية فليتحدث عن الشارع الديمقراطي الذي قاده مواطنون ضد الانقلاب ثم جبهة الخلاص، والذين وهذا الشارع الذي يقف في قلبه أو تقف في قلبه جملة الأحزاب والشخصيات الوطنية المستقلة والتيارات والقوى المدنية المنتصرة للديمقراطية والمنتصرة لدستور 2014 والمنتصرة للمؤسسات التي تم هدمها. نعم. في المقابل ليس في مقابلنا قوى ديمقراطية. فات الكذبة هذه والتحيل هذا والانتميداجون اللي كانوا يعملوها العائلة الوطنية العائلة الديمقراطية. ما سماش عائلة ديمقراطية إلا الشارع الديمقراطي الذي قال منذ اللحظة الأولى هذا انقلاب ويجب أن نتصدى له. كل الذين ادعوا وتبرقعوا وتحجبوا وتحججوا ونسبوا لأنفسهم صفة الديمقراطية ونفوها عن الآخرين قطع قناعهم من 25 جويلية 2021 وهم المطالبين بالنقد الذاتي، هم المطالبين بمراجعة أنفسهم.